سيدنا عايز أبدأ بلحظة وضع اليد، أو لحظة لما عرفت نيافتك إنك هتبقى أسقف لأسوان، اللي تحب تبتدي بيه قول لي إحساس نيافتك كان إيه، واللي جه في بالك كان إيه؟ هو في الحقيقة أصلاً أنا كنت رايح أسلم على سيدنا البابا، كنت جاي من ألمانيا عشان أمتحن كورس المستوى الثاني في ألمانيا في الألماني الدويتش، وأنجح وأرجع أكمل. فرجعت أسلم على سيدنا البابا فبيقول لي أنا هقعد معاك، أوكي؟ فبيقال لي اقفل الباب، وفي الآخر قال لي سيدنا أنبا غابيوس رشحك للصوفية، وبدأ ياخد بياناتي كالعادة يعني اسمي واسم قبل الرهبانة وكده. وفي الآخر بيقول لي أنا شايف إن الخبرات اللي عندك وسافرت كتير وخدمت في حتت كتيرة وعندك لغة ألماني وإنجليش، فأعتقد إن يعني حس إن أنت إمكانيتك تدخل في محافظة أو محافظة سياحية زي أسوان وبس. فبيقول لي بعد كده نظامك ايه؟ قلت له لو نجحت اسافر، ما نجحتش هقعد. فقال لي ان شاء الله تنجح وتسافر، بس عرفني بعد كده انت هتسافر بس. فقلت له انا مسافر، قال لي هتسافر شهر وترجع. ده كان الشهر ده نيافتك كنت بتفكر في ايه؟ كنت يعني فاكرها جايه بس على الالماني جت على حاجه كبيره يعني اخذ مني تفكير طبعا ما كانش في بالي اصلا، وكنت يعني مش في بالي اصلا يعني ايه اسقف، يعني اسوان وبروشيه وامبهيترا هرم كبير، فحسيت الموضوع كبير. ففي الاخر سبتها على ربنا، ركزت في المذاكره ومذاكره الالماني وامتحنت ونجحت، وسبت الموضوع ده شويه، ولغايه لما سيدنا بعتولي قالوا لي تيجي بكره وجيت.